طب لو كلمنا عن فرص يعني فوز منتخب مصر بالبطوله العربيه، لان في ناس برضو ايه تقول لك انا ما عنديش مشكله كيروش يعمل اللي هو عايزه على الارض، بس في الاول وفي الاخر انا عايز البطوله، وبعدين عايز اروح افريقيا او كاس العالم للانديه، يعني في تدرجات كده، وبرضو بتهيألي هتبقى مش احسن حاجه خالص لكيروش لو احنا ما حصلناش على البطوله، صح ولا طبعاً لا تقاس يعني من وجهه نظر حضرتك؟ بقيمه مصر في البطوله والاداء اللي احنا بنأديه، وشفنا الفرق برضك يعني النهارده من احسن 4 فرق اللي موجودين، مصر وتونس والجزائر وقطر. فالنهارده بقى جمهور مصر يعني متعشم خير في المنتخب ان هو عايز ياخد البطوله، الشرف لينا ان احنا ناخد البطوله العربيه. كيروش نفسه بطبيعه الحال يهمه جدا ان ياخد البطوله دي، ونفس الكلام بالنسبه يعني كانه بيقدم اوراق اعتماده من خلالها يعني. بالظبط، هو تصريحاته كانت كده فعلا، قال لك انا داخل عشان افوز، يعني احنا متابعين تصريحاته طبعا بقالنا فتره، فواضح ان هو ده الهدف بتاعه، بس يعني نتمنى ده على الارض يحقق يعني. هو النهارده نهاوند كان عنده اكتر من هدف بصراحه، يعني هدف المشاركه بالعدد ده كان هدف بدا ينجح فيه ويوصل فيه بشكل كبير. النقطه الثانيه نتائجه كمان، فوزه في معظم المباريات او كل المباريات برضك اديته ثقه اكتر. النهارده الهدف الثالث بقى هو البطوله، لان البطوله اكيد زي ما حضراتكم اتشرفتوا وقلتوا بطوله هتفرق معاه بشكل كبير، كمان هتنجح له الشغل ده. ثانيا هيخش على كاس الامم الافريقيه وهو عنده ثقه كبيره جدا في لعبته، ثقه في جمهوره، ثقه في الاداء اللي هو بيأديه، والجمهور كمان جمهور في المقابل هيبقى عنده ثقه اكبر في كيروش جدا. واحنا يهمنا الجمهور رقم واحد، ان الناس اللي هم المغتربين دول الموجودين في قطر هيعيشوا ايام سعيده اللي جايه بالنسبه لهم، وهم رافعين راسهم ابطال البطوله العربيه، مشرفين من الكره المصريه، فدي بتفرق نفسيا بشكل كبير مع جمهورنا، ودي اللي بتاثر على لعبتنا بشكل كبير، ان لعبتنا بدات تحس بالجمهور ده. احنا عايزين نفرح الجمهور ده، احنا عايزين نسعد الجمهور ده اكتر ما يسعدوا نفسهم، لان هم طبعا في مسؤوليه لكل اللعيبه اكيد بتبقى كبيره جدا.